make a wanna want it, go back to your bunny, bunny. Got more money, throwing all money. منو بابا؟ اقول لك شنو؟ بس لو ها؟ بس بابا شنو تبي؟ شنو؟ شنو هي؟ عشان اخلص ماي كولكشن زيت عندي الموي. We have already, let's fill the books and then we'll see you. كل انجليزي ها يا رامي. يلا يقول لي الباسورد مال 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 يوتيوب شي ذكرني يعني. الله والله 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 ما اتذكره والله. اكو حسون بدي اروح للحمام. سغال اروح ويجي. ايد اصبر. توازيت؟ Is if he stop biting and annoy him. No ghost. Hello, Khalid. Are the ghost Moose is me? Hello, Allah. Call of Duty. Huh? Hey. ايوه اي اقول لك وارزون الجديده شنو ابا ها؟ والله حلوه بخير. ها؟ حلوه كلش حلوه. وهذا نلعبها اليوم؟ يعني بنحط بنحط سماد ما نعطيه؟ هذا منزله اي. لا لا سماد ماي بس الماي يعني. ايه. لا عمري راح تعيش بس اهم شيء والصيف لازم تغطيه. ايه طلعت شذي بروكلين بروحتين عمود مني عمود يسويه هذا عادي. ايه يعني الحين ما اعطيها مي؟ جو بار شوف لان ارضك وايد فيها مي وايد مو شوي يعني ما صب لها طلع خانق هي. ايه في مي ولا لا؟ ايه في في بس انا يعني قلت هذا اسمه انت متى باكر باكر لا موجود انا باكر موجود خلاص نوت ميد فور كيدز من وين؟ انا قلت هذا وانا عندي خذيت هذا بعد انت عندك مثل المرش هذا تطرش فيه حق الزر اي عندي عندي في ضغط ويرش لنا شو اسمه شاور لا ما عندي بريج هذا الشوف عندي ضغط كذي تحط بالبريج وتضغط هواء وبعدين ترش كله هذا شوف على الشتر وعلى الشارع على هذا وخلاص بس وماي هذه شنو طالع فيسبوك البيت دقيقه فيها فيها ماي انا دا اسوي الباسورد غير فقر طلع طالع ايه. البيت تمام شوف عليها يومين كذي بعدين شوف متى تداوم سلم لي دوامي راح اشوف تاكد دوامي دوامي 25 تاريخ 25 يوم ال صادف يوم يوم الاثنين الثلاثة العصر المغرب دوامي الأربعاء أوف أي
خالد يمكن ابغى خالد بس شوف لي حساب الحساب كله خالي ها هذا ذب ذب السماعة دوخنا طبعا ايه اي بس تمام شو اسمه هذا الدوا هذا عندك تخليه وتعطيه حق جرب انا عندي تبي ولد عاد تبي اي تجمع هاي كيف لا انا خلي الورد بعدين خلي بس هذه تطلع انترشا ونكبي انا بلو بريد بعطيني حتى يسمع اي نحط فيه ونعلى الجزر بس أساس تتطور بس أهم شيء يقول فهذا إن شاء الله ما فيه ألعاب زينة أمورة طيبة بس إنه لأن حرقت الشمس بس تكبر عادة ليش بالصيف لازم تغطي يعني مو مشكلة حجي تعال حزن إنه موضوع البريت أمور كلين وأربع خشبات أوكي هذا هذا مو هذا عندك اقول لك خالدي الفسيله ما ماتت ها سوى شنو حط ميوت هسه هو وشباله بالي يحكي هو ما يدري شلون ما حاط ميوت شنو حط ميوت يلا رماد رماد من ورين شنو سويت انا دعوه رماد شنو انت ما تقوم بي شنو وين سيبو ترى ما سيبو سجل الاي دي يمك سجل الاي دي ها سجل الاي دي شنو الاي دي مالك 589 ايه 434 ايه 8252 8252 اي دي مميز حجي هايدي مال مال بيق ها حياكم الله نورين عواد قلبي نورين طبعا اليوم تيم الموت تيم الموت اكيد طبعا دائما وابدا نعم تيم الذي لا يخضع للرذيله مكون اليوم من وحش دوله بازول سيبو دول اللي لقطت لكم اياهم بازوكا راح نام كيلو مسافر هذول قدرت عليهم هذول قدرت اجيب لكم اياهم عبر اسلام ما يجاوب زين حياكم الله اريد لواعي برومات ينزلون ضدني عايفين اللعبه صارنا كم شهر بس علي كم شهر ملاعب شهرين ونص ثلاثه شنو قبطنا الحين قبطت ثلاثه شنو لا والله ما صارت ثلاثه ما صار شهرين بعد لا شهر أكثر من شهرين مو؟ ها أنا قبل الكيك كنت باليوتيوب أنا من الأيام اليوتيوب قبلك حول مع الكيك لا لعبتها كم مرة على اليوتيوب ما لعبت ببجي بلي لعبت أول باليوتيوب لعب أول يومين يمكن لعبت بس أي مدتك أول كم مرة أي بس ما لعبت يعني أنا بشهر تسعة ها شهر 10 شهر 12 و12 انا صار هواي والله نسيني اكتب بالكيك ببجي موبايل غير يجروني بزيج لا موجوده اي والله موجوده هاي اول مره اي لعبه تريدها اكو تدري ربي والله اي لعبه تريدها حتى لو ما تليت تلعب بالفيسبوك ما اقول خلنا نفتح روم على السريع بما انه بعدهم مستجدين الولد ادي ثمان رومات نلعب المود الجديد لو عادي لا عادي حج مو التقطيع ما اعرف شلون ادوس كرييت روم ادي ثمان رومات الله 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 عادل مليك ما يسمعني العدول شلونك حبيبي شلون صحتك كيفك انت
والله صار لي اللعبة ما فاتحها يمكن شهرين ونص. أشوف والله. والله. بعد أنا ما أدخل والله زيك مو مثل قبل. حساب مع واحد هو. شلونك حبيبي شلون صحتك؟ ما صرت أدخل مثل قبل. والله. شغلك شلون أطمني؟ لهيل. لا بعد روحي بعد روحي أنت. شنو الأخبار؟ حجي أنا ما عندي رقمك أعطيك رقمي يلا أشرف بيك حبيبي حبيبي عدول تاج راسي بدو أروح لك ربي يحميك ويحفظك والله سلامتك يا بعد روحي بدو أروح لك حبيبي عدول والله جاي بث بالكيك هسه حولت بعد بطلت من الفيسبوك واليوتيوب إيه والله تدور عليك من العرب بصفه عامه تدور عليك جاي الامارات يوم 30 عندي بطوله يوم 30 و31 هيجي تو وين تكون بالامارات لو بالسعودي لا مو بكون لا بالامارات ولا بالسعوديه وين لعد فيجاس وين على الخاص اوكي بكون اوكي اوكي حبيبي الله يوفقك يا رب ان شاء الله ما عليك شكلك عارف اي والله اي والله بدري اليوم فاتح والله هاي على سكر بدري يا ساعه فاتح على الوحده الظهر فاتح لعبنا فيفا وهسه بلشنا ببجي كنا نلعب ساعتين لا استمر ببجي انت رجل ناجح ببجي والله لك محبين صح صادق والله والله خلك على ببجي ادري انك والله ملينا يا عادل والله ملينا انت ببجي اسطوره حبيبي ببجي والله اسطوره حقيقي انا احيانا اذا حبيت اني اتفرج على بث مباشر ارجع للفريق حتى لو كان قديم فدوه اروح لك تذكرنا بروح ببجي انت روح ببجي انت من الناس المؤثرين يعني ببجي من البدايه انت من الاوائل عمي انت الملك والله انت الملك والله من اساطير ببجي ابو خليل انا من قبل 5 سنين اتذكر ابو خليل ايام ما كان بث 100 ومن قبل انا صادق والله عدول انت ما قصرت والله يلعب لا مقصرين والله لا والله يا اخوك والله ما قصرت رب الكعبه حبيبي ابو خليل حبيبي تدوى اروح لك تدوى اروح لك وانت تقدم متعه يعني جماهير كثيره عرفت تدوى اروح لك بس انا في شخص ودي ابغى يلعب معه منو ودي شخص شاب عراقي تمام شاب عراقي محترف انا يعني من فتره لفتره اشوفك كذا كنت اسميه انت ابو خليل الصغير كان يلعب معي في السكواد ايه بس اختفى الولد لكن ان شاء الله انه يقول انه جلس كم مره بالرومان لعنه الله لعنه والله حياه عادل التثمون على الرقبه بدي اروح لك انت اللي تؤمر بي يا عمري يا بعد روحي شهادة والله افتخر بيها اخوي مثل ما كنت يعني تشوف نفسك لا اي شخص ممكن يلعب معك اي شخص يسولف معك يعني محبت انا عني شخصيا يعني الوحيد يعني اللي اتابع بس كنت من ايام ما كنت حبيبي والله كنت العب واتابع والله احرجتني حبيبي يا عدول حبيبي انت احنا نتمنى انك ما تكون في انقطاع يا ابو تعرف ليش؟ ايه عندك محبين كثير فمحبينك يضيعون بين البثوث ما يدرون وين يروحون صح صح انت كان بسطك بس يوصل 30,000
باعوني 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 والله باعوني. ما بقى الغياب الغياب لا هم سرسري سرسري باعوني بالرخيص يا عادل. بس سهلة سهلة يجي يجي يوم يا بعد روحي والله انت تاج راسي عادي. كل من للمعرفين يعني انت فعلا لقب مؤثر تمام مؤثر افضل مؤثر وفعلا انت تستاهل اللقب يعني. بدو اروح لك عدو في ناس كثير يقولون وكذا بس انت جوك يعني انت لما تقول لي ابو خليل اقول لك اسطوره بوكس حبيبي يا روحي عدول عدول ما شاء الله سعوديين كذا هلا حبيبي بدو القلبك ارد هذا حسابي ارد اعطيك يا هديه يا حبيبي يا والله حبيبي لا تحرجني والله العظيم هذا ما يلوق الا لك يا حبيبي بدو اروح لك انا عايف ضدي اصلا والله والله تركتها سنه ونص بسبب اشياء خارج عن صادق فسبحان الله يعني اقول لهم انا ابدا اشكر حسابي طبعا مع واحد يقول لي انا ما ارضى اشوف حسابك مكسر وكذا ويعني شخص كان لعب معك يمكن تعرفه ما ودي اقوله زين دخلته معك مره بس ولعب معك وكان الشخص هذا كان يقول لي انا ما ودي حسابك ارضى حسابك وانا العب فيه بس اهم شيء وجودك في اللعبه انك تشجع صح صح فسبحان الله قبل كم يوم قاعد اقول بقول افضل لقب وافضل شيء نوت جي تو جي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هلا ابو نادر. هلا ابو نادر. السلام عليكم. اسمع مني اسمع مني بس اسمع مني عادل اسمع مني امانة الله ورسوله ما حلفك ها هذا الحساب هذا الحساب نبغى منك شغله إيه؟ تدري تدري ابو خليل ابي منك شغله بس نبغى نوقف انا وانت في المقربون ان شاء الله حبيبي انا لو بغيت الحساب باق بدري في اي وقت لو ارسل لك رساله واتس ابو خليل انا الحساب بدون رحمه ما راح تردني لا والله تعرف ليش تعرف ليش لان يعز علي ابيعه وانت انت اكثر واحد دعمني بهذا الحساب يعني ما يروح الا لك ما سويت شيء والله العظيم والله العظيم ما سويت شيء انا مقصر معك لا 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 انت شنو انت حركت الغالي والنفيس على مود بدو اروح لك لا عمي انت حركت الغالي والنفيس علي ما تقطعنا وترى على فكرة ترى شباب كثير يعني يقولوا احنا اذا ملينا زين وحبينا نتفرج على ببجي نرجع البث ابو خليل المسجل يا بعد روحي انا مستغرب من شيء ابو خليل انه انت يعني ادري بظروفك وادري يعني الانسان ملول طبعه ملول الشغف يفقد صح كل شيء يعني انت لازم تشدد الشغف يعني اي والله ما تترك مسيره سنوات كثيره وخليل صح لازم يعني من اجمل السكوادات تيمكم كان رائع وجميل والناس ترى من كل الدول انا اخصص دوله معينه ملوا السكواد من تعبت نفسي ما حد مل يعني في اوقات انت المفروض تكون يعني موجود فيها بدايه السيزون الامور هذه تتحدى على التوب 100 الامور اللي كنا احنا نفرض كل شيء ونسهر والله العظيم فينا النوم نسهر نتابع بث ابو خليل بدو اروح له انا وغيري يعني كثير فنتمنى عودتك يعني ولا ننسى ابشر والله ابشر ما طلبت الا القليل ابشر والله لك انت والمحبينك انا واحد من 10,000 يعني شخص موجود انا لا يا حبيبي يا عادل ما قصرت الناس ما تنساك يا اسطوره بدو اروح لك انت الاسطوره والله اسطوره ابو خليل لا والله صدق انت
والله والله من بعدك حجي. روحي لا على مدار سنوات ابو خليل نوت جي تو جي اقوى كلان وافضل ناس حبيبي يا علي ادور عليك فانا ودي ما ودي اطول عليك ودي تستمتع مع جمهورك حبيبي حبيبي لا والله انت المتعة شيء انا من خارج يعني من خارج زومين الوليد هلا بالله نو والله اقول لك شنو بس لو ها بس بابا ايش تبي شنو تبي شنو شنو هي عشان اخلص ماي كونكشن زيت عندي موي we have already let's fill the books and then we'll see you. كل انجليزي ها يا رمان باسورد مال يوتيوب شي ذكرني يعني الله والله 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 ما اتذكره والله اك محسون اقدر اروح الحمام سغال اروح يوتي ايد اصبر توازيت Is if he stop biting and annoy him. No ghost. Hello, Khali. What's your name? Hello, Allah. Call of Duty. Huh? Hey. Hey, Call of Duty. My dude, we are done. أقول لك وارزون الجديدة شنو ما معها؟ والله حلوة أبو خليل. ها؟ حلوة كلش حلوة. نلعبها اليوم؟ يعني بنحط بنحط سماد ما نعطيه؟ أنا منزله إيه. لا لا سماد ماي بس الماي يعني. إيه. لا عمري راح تعيش بس أهم شيء والصيف لازم تغطيها. إيه. طلعت شذي بروكلين. طبقتين عمود من يعود يسويه هذا العادي. إيه يعني الحين ما أعطيها ماي؟ جبار شوف لأن أرضك وايد فيها ماي وايد مو شوي. يعني ما صب لها. طلع خانق هي. إيه. إيه. في ماي ولا لا؟ إيه في في. بس لا يحب. بس خلاص. بس انا اجيب لك هذا اسمه انت متى دام باكر لا موجود انا باكر موجود خلاص بالضبط نوت ميد فور كيدز من وين هذا انا اجيب لك هذا وانا عندي خذيت هذا بعد انت عندك مثل المرش هذا تطرش فيه حق البريج اي عندي عندي في ضغط ويرش لنا شو اسمه شاور لا ما عندي بريج هذا الشوف عندي ضغط كذي تحط بالبريج وتضغط هواء وبعدين ترش كله هذا شوف على الشتر وعلى الاشاره على هذا وخلاص بس
وماي هذه شنو طالع فيسبوك البيت وما فيها فيها ماي انا دا اسوي الباسورد غير فقر طلع طالع ايه. البيت تمام شوف هذه يومين كذي هذا شوف متى دوامي دلم لي دوامي شوف تاكد دوامي دوامي 25 تاريخ 25 يوم ال صادف يوم يوم الاثنين الثلاثة العصر المغرب دوامي الأربعاء أوف أي خالد يمكن أبغى خالد بس شوف لي حساب الحساب كله خالي ها هذا ذب ذب السماعة دوخنا طبعا ايه سلام ايه بس تمام شو اسمه هذا الدواء هذا عادة تخليه وتحطيه حق جرب تورد ما انا عندي تبي ورد عادين تبي اجيب لك معاي كيف لا انا خلي الورد بعدين خلي بس هذه تطلع انترسو انا بلوبريت اعطيني حتى يسمع اي نحط فيه ونعلج بس اساس تتطور بس اهم شيء يقول هذه ان شاء الله ما فيها العاب زينه امورها طيبه بس انه لان حرقتها الشمس بس تكبر عادي ليش بالصيف لازم تغطي يعني مو مشكله حجي تعال انه موضوع البريت أربع خشبات طيب مو بشهر طيب هاتي كذي لون أوكي هذا خلاص سلام لا هذا مو عندك أقول لك خالدي الفسيلة ما ماتت ها؟ سوى شنو حط ميوت لسه هو وشباله بالد يحكي هو ما يدري شان ما حط ميوت شنو حط ميوت؟ يلا رماد رماد من ورين شنو سويت انا دعوه رماد شنو انت ما تقوم بي شنو وين سيفو سجل الاي دي يمك سجل الاي دي ها سجل الاي دي شنو الاي دي مالك 589 ايه 434 ايه 8252 هاي دي مميز حجي هاي دي مال مال بيق ها حياكم منورين عواد قلبي منورين طبعا اليوم تيم الموت تيم الموت اكيد طبعا دائما وابدا نعم تيم الذي لا يخضع للرذيلة مكون اليوم من وحش دولة بازول سيبو اللي لقيت لكم اياهم بازوكا راح نام كيلو مسافر هذول قدرت عليهم هذول قدرت اجيب لكم اياهم عبر السلام ما يجاوب زين حياكم الله اريد لواعي برومات ينزلون ضدني عايفين اللعبه صارنا كم شهر بس علي كم شهر من لاعب شهرين ونص ثلاثه شنو قبطنا الحين قبطت ثلاثه شنو لا والله ما صارت ثلاثة ما صار شهرين بعد لا شهرين أكثر من شهرين مو؟ ايه أنا قبل الكيك كنت باليوتيوب أنا من الأيام اليوتيوب حاول مع الكيك لا لعبتها كم مرة على اليوتيوب ما لعبت ببجي بلي لعبت أول باليوتيوب لعب أول يومين يمكن لعبت بس ايه ما قلتك أول كم مرة ايه بس ما لعبت يعني أنا بشهر تسعة وإحنا بشهر عشرة وشهر اثناعش واثناعش أنا صار هواي والله أسيني أكتب بالكيك بابجي موبايل غير يجروني بزيج لا موجودة إي والله موجودة أول مرة أي لعبة تريدها أكو تدري ربي والله أي لعبة تريدها حتى لو ما تلاقي تلعبها
الفيسبوك ما اقوم. خلنا نفتح روم على السريع بما انه بعدهم مستجدين الولد. عندي 8 رومات نلعب المود الجديد لو عادي. لا عادي حجموه التقطيع. ما اعرف شلون ادوس كريت روم. عندي 8 رومات. الله 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 عادل. عملي ما يسمعني العدول. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ كيفك انت؟ والله صار لي اللعبه ما فاتحها يمكن شهرين ونص. اي والله بعد انا ما ادخل والله حساب مع واحد هو. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ والله بخير. شغلك شلون؟ اطمني لهل. لا بعد روحي بعد روحي انت. شنو الاخبار حجي؟ انا ما عندي رقمك، اعطيك رقمي. يلا اشرف بيك حبيبي. حبيبي عدول تاج راسي بدو اروح لك. ربي يحميك ويحفظك. والله سلامتك يا بعد روحي. بدو اروح لك حبيبي عدول. والله جاي ابث بالكيك هسه، حولت بعد بطلت من الفيسبوك واليوتيوب. اي والله الدور عليك. جاي الامارات يوم 30، عندي بطولة يوم 30 و 31. هيجي انت وين تكون؟ تكون بالامارات لو بالسعودية؟ لا 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 ما تكون لا بالامارات ولا بالسعودية. وين لعد بيقاس؟ وين؟ اه على الخاص. اوكي اوكي حبيبي الله يوفقك يا رب. اي والله اي 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 والله بدري اليوم فاتح بث. والله هاي على سكر بدري يا ساعه فاتح على الوحده الظهر فاتح. لعبنا فيفا وهسه بلشنا ببجي. كنا نلعب ساعتين. لا استمر ببجي انت رجل ناجح والله العظيم صح صادق والله. والله خلك على ببجي ادري انك تمل الواحد. والله ملينا يا عادل والله ملينا. ببجي اسطوره يعني حبيبي. ببجي والله اسطوره حقيقي. انا احيانا اذا حبيت اني بث مباشر ارجع حتى لو كان قديم. فدوى اروح لك. تذكرنا بروح ببجي. انت روح ببجي. انت من الناس المؤثرين يعني ببجي من البدايه. انت من الاوائل. انت عمي انت الملك والله. انت الملك والله. والله من اساطير ببجي ابو خليل. انا من قبل 5 سنين اتذكر ابو خليل ايام كان بث 100 ومدري انا صادق. والله عدول انت ما قصرت والله يلعب. وياك حبيبي لا مقصرين والله. لا والله يا اخوك والله ما قصرت. رب الكعبه حبيبي ابو خليل تستاهل كل خير والله. فدوى اروح لك. فدوى اروح لك. وانت تقدم مصدر يعني جماهير كثيرة عرفت؟ بدو اروح لك. بس انا في شخص ودي ابغاه يلعب. منو؟ ودي شخص شاب عراقي تمام؟ محترف. انا يعني من فترة ادخل كذا كنت اسميه انت ابو خليل الصغير، كان يلعب معي في السكواد. ايه. كنت اختفى الولد. لكن ان شاء الله ان شاء الله انه كله في الايدي حتى يضيفه. ودي الولد يقول انه جلت كم مره بالرومات. لعنه الله. لعنه الولد ترى حباب ومحترف والله. حياه والله حياه عادل التتمون على الرقبه. بدو اروح لك حبيبي. حبيبي بدو لك والله بخلي انت رجل متواضع. انت اللي تؤمر بي يا عمري. رجل متواضع مع الكل يعني. هذه من الميزات اللي
يا بعد روحي. شهادة والله افتخر بيها اخوي. مثل ما كنت يعني تشوف نفسك، لا اي شخص ممكن اي شخص يسولف معه يعني محبتك. انا عني شخصيا يعني الوحيد يعني اللي احتاج بس كنت يعني ايام ما كنت حبيبي والله. الله حرجتني حبيبي يا عدول. حبيبي. انت احنا نتمنى انك ما يكون فيها انقطاع يا ابو خليل. ايه. انه عندك محبين كثير. فمحبينك يضيعون بين الفلوس ما يدرون وين يروح. صح صح. انت كان بسطك يوصل ل 30,000. باعوني 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 والله باعوني. الغياب الغياب يا لا هم سرسري سرسري باعوني بالرخيص يا يا عادل. بس سهلة سهلة. يجي يجي يوم يا بعد روحي والله تتاج راسي عادي. يعني انت فعلا معطينا كلامك مؤثر تمام مؤثر افضل مؤثر وفعلا انت تستاهل اللقب. بدي اروح لك عدو. في ناس كثير يشوفون كذا بس انت جوا يعني انت لما تقول لي ابو خليل اقول لك اسطوره صدق حبيبي. اروح عدول عدول ما شاء الله سعوديين وكذا. هلا حبيبي بدو القلبك ارد هذا حسابي ارد اعطيك اياه هديه يا والله حبيبي. والله العظيم هذا ما يلوق الا لك يا حبيبي. بدو اروح لك ثاني. انا خايف بقي اصلا والله والله تركتها سنه ونص بسبب الظروف وبسبب اشياء خارج عني. صادق سبحان الله يعني اقول لهم انا ارجع اشكر حسابي طبعا مع واحد يقول لي انا ما ارضى اشوف حسابك المتكرر وكذا او يعني شخص كان لعب معك يمكن تعرفه ما ودي اقوله. ايه زين دخلته معك مره بس ولعب معك كان الشخص هذا كان يقول لي انا ما ودي حسابك اعطني حسابك وانا العب فيه كذا بس اهم شيء وجودك في اللعبه انك تشتغل. صح صح. فسبحان الله قبل كم يوم قاعد اقول لك حسابك يا ابو خليل اقول افضل لقب وافضل شيء السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا ابو نادر. هلا ابو نادر. اسمع مني اسمع مني بس اسمع مني عادل اسمع مني امانة الله ورسوله ما حلفك ها. هذا الحساب هذا الحساب. انا بس ابغى منك شغله. ايه تدري تدري ابو خليل ابي منك شغله بس نبغى نوقف انا وانت الربون ان شاء الله. حبيبي انا لو بغيت الحساب باخذ ادري في اي وقت لو ارسل لك رساله واتساب وخلينا الحساب بدي اروح لك. ما راح ترد. لا والله تعرف ليش تعرف ليش؟ لان يعز علي ابيعه وانت انت اكثر واحد دعمني بهذا الحساب يعني ما يروح الا لك. ما سويت شيء والله. والله العظيم والله العظيم ما سويت شيء انا مقصر معك. لا 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 انت شنو انت حركت الغالي والنفيس على مول. بدو اروح لك. لا عمي انت حركت الغالي والنفيس علي. ما تقطعنا وترى على فكرة ترى شباب كثير يقولوا احنا اذا مليت وحبينا نتفرج على بوجي نرجع لزكرة ابو خليل مسجل. يا بعد روحي انت يعني انا مستغرب من شيء ابو خليل انه انت يعني ادري بظروفك وادري يعني الانسان ملول طبعا ملول الشغف يفقد الشغف صح كل شيء يعني انت لازم تشدد الشغف يعني. اي والله ترجع لبوجي ما تترك مسيرة سنوات كثيرة يا ابو خليل. صح يعني سكواد من اجمل السكوادات تيمكم كان رائع وجميل والناس ترى من كل الدول انا ما بخصص دولة ملوا 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 السكواد ميل وتعبت نفسي. ما
ملي يا ابو خليل، ما حد ملي. يعني في اوقات انت المفروض تكون يعني موجود فيها بدايه من الامور هذه، تتحدى على الشبنيه، الامور اللي قلنا احنا نفرض كل شيء ونسهر. والله العظيم جينا النوم نسهر نتابع بث ابو خليل بدون روح له، انا وغيري يعني كثير. فنتمنى عودتك يعني، ولا ننسى. ابشر والله، ابشر ما طلبت الا القليل، ابشر والله. لك انت يعني اول، لك انت والمحبينك، انا واحد من 10,000 يعني شخص موجود. انا لا يا حبيبي يا عادي ما خسرت، الناس ما تنساك يا اسطوره. فدوا روح لي انت الاسطوره والله. لا والله صدق انت، والله والله من بعدك حجي. من افضل الاشياء يعني، انا الناس تفرح توصل كونتر يوصل شعبيه 100 مليون. انا من يعني من ضمن يعني انا من افضل الاشياء اللي صارت لي انه حققت اجمل لقب يعني يعتبر بالنسبه لي صداقه افضل اسطوره في تاريخ ببجي. بعد روحي لا على مدار 5 سنوات نوت جي بي جي اقوى كلان وافضل ناس يعني حقيقه حبيبي يا علي ادور عليك. فأنا ودي ما ودي أطول عليك، ودي تستمتع مع جمهورك ومحبينك. حبيبي حبيبي لا والله أنت المتعة. من الشيء أنا من خارج يعني من خارج ال المنطقة. زومين الولي. هلا بالله. نو بابا. أقول لك شنو؟ بس لو. ها؟ بس بابا. ريستري زبد. شو تبي؟ شنو؟ شنو هي؟ عشان أخلص ماي كونكشن، زيت عندي الموي. We have already, let's fill the books and then we'll see. كل إنجليزي ها يا رامي. يلا يقول لي الباسورد مال يوتيوب شي ذكرني يعني. الله والله 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 ما اتذكره والله. اكو حصون اقدر اروح للحمام سغال اروح ويجي ايد اصبر توازيت Is if he stop biting or annoy him. No ghost. Hello, Khali. Are the ghost Mushi is me? Hello, Allah. Call of Duty. Huh? Hey. ايوه اي نكرر بيت موجود بالوزن. اقول لك وارزون الجديده شنو معها؟ والله حلوه ابو خليل. ها؟ حلوه كلش حلوه. جو بارد وهذا نلعبها اليوم؟ يعني بنحط سماد ما نعطيه؟ هذا منزله اي. لا لا سماد ماي بس الماي يعني. ايه. لا هذه راح تعيش بس اهم شيء والصيف لازم تغطيها. ايه طلعت شذي بروكلين وطبقتين عمود من العمود يسويه هذا عادي. ايه يعني الحين ما اعطيها مي؟ شو بارد شوف لان ارضك وايد فيها مي وايد مو شوي يعني ما اصب لها طلع خانق هي. ايه في مي ولا لا؟ ايه في في بس انا يعني هذا اسمه انت متل دام باكر لا موجود انا باكر موجود خلاص لا
not made for kids. No, I mean, هذا على أساس أجيب لك هذا وأنا عندي خذيت هذا بعد مثلنا. أنت عندك مثل المرش هذا تطرش فيه حق الزر البريج؟ إيه عندي عندي. في ضغط ويرش لنا شو اسمه شاور. لا ما عندي بريج هذا الشوف عندي ضغط كذي تحط البريج وتضغط هواء وبعدين ترش. كله هذا شوف على الشتر وعلى الشارع على هذا وخلاص بس وماي هذه. شنو طالع فيسبوك البيت وما دقيقة يا رب. فيها ماي. أنا دا أسوي الباسور غير فقر طلع طالع أيه. البيت تمام. شوف هذا يعني يومين كذي. هذا شوف متى دام. دلم لي. دامي راح أشوف تأكد. دامي. دامي 25 تاريخ 25 يوم ال صادف يوم يوم الاثنين. الثلاثة العصر المغرب دوامي الأربعاء أوف أي خالدي يمكن أبغى خالد بس شوف لي حساب الحساب كله خالي ها هذا ذب ذب السماعة دوخنا طبعا ايه سلام ونص ايه بس تمام شو اسمه هذا الدوا هذا عايزه تخليه وتعطيه حق جرب دور ما انا عندي تبي وضع دين تبي اي بدك معاي كيف لا انا خلي الورد بعدين خلي بس هذه تطلع انترسون كوبي انا بلوبريت اعطيني حتى يسمع اي نحط فيه والعلن زر بس اساس تتطور بس اهم شيء يقول وهذا ان شاء الله ما فيه العاب زينه امور طيبه بس انه لان حرقت الشمس بس تكبر عادي ليش بالصيف لازم تغطي يعني مو مشكله حجي تعال ان موضوع البريت كلين اربع خشبات اوكي هذا خلاص سلام اقول لا هذا مو هذا عندك اقول لك خالدي الفسيله ما ماتت ها بعد سوى شنو حط ميوت هسه هو وشباله باله دي يحكي هو ما يدري شلون ما حاط ميوت شنو حط ميوت يلا رماد رماد من ورين شنو سويت انا دعوه رماد شنو انت ما تقوم بي شنو وين سيبو سجل الاي دي يمك سجل الاي دي ها سجل الاي دي شنو الاي دي مالك 589 ايه 434 ايه 8252 8252 اي دي مميز حجي اي دي مال مال بيق ها حياكم منورين عواد قلبي منورين طبعا اليوم تيم الموت تيم الموت اكيد طبعا دائما وابدا نعم تيم الذي لا يخضع للرذيله مكون اليوم من وحش دولة بازول سيبو اللي لقبت لكم ياهم بازوكا راح نام كيلو مسافر هذول قدرت عليهم هذول قدرت اجيب لكم ياهم عبر السلام ما يجاوب زين حياكم الله اريد لواعي برومات ينزلون ضدني عايفين اللعبة صارنا كم شهر بس علي تيم شهر ملاعب شهرين ونص ثلاثة شنو قبطنا تلحن قبط ثلاثة شنو لا والله ما صار ثلاثة ما صار شهرين بعد لا شهرين أكثر من شهرين مو ايه أنا قبل الكيك كنت باليوتيوب أنا من الأيام قبلك حول مال كيك
لا لعبتها كم مرة على اليوتيوب. ما لعبت ببجي. بلي لعبت. أول. باليوتيوب لعب. أول يومين يمكن لعبت بس. إيه ممكن أول كم مرة. إيه بس ما لعبت. يعني أنا بشهر 9. ها. وإحنا بشهر 10 بشهر 12 و12. صار هواي والله. نسيني أكتب بالكيك ببجي موبايل غير يجروني بزيج. لا موجودة. اي والله موجودة. أول مرة. أي لعبة تريدها اكو تدري؟ ربي. والله أي لعبة تريدها حتى لو ما تليش تلعب. بالفيسبوك ما أقول. خلنا نفتح روم على السريع بما إنه بعدهم مستجدين الولد. أدي 8 رومات نلعب المود الجديد لو عادي. لا عادي حق جموع التقطيع. ما أعرف شلون أدوس كرييت روم. أدي 8 رومات. الله 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 عادل. أمليك. ما يسمعني. العدول. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ كيفك انت؟ كيف امورك؟ وحشني ما شفتك والله يا ابو. والله صار لي اللعبه ما فاتحها يمكن شهرين ونص. اشوف والله. اي والله. بعد انا ما ادخل والله مو مثل قبل. اسولف مع واحد. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ ما صرت اهتم بالدكتور. شغلك شلون؟ طمني. تهل. بعد روحي انت شنو الاخبار حجي؟ انا ما عندي رقمك. اعطيك رقمي. يلا اشرف بيك حبيبي. حبيبي عدول تاج راسي. بدو اروح لك. ربي يحميك ويحفظك. والله سلامتك يا بعد روحي. بدو اروح لك حبيبي عدول. والله جاي ابث بالكيك هسه. حولت بعد بطلت من الفيسبوك واليوتيوب. اي والله حول. المهم انك انت تستمر ترى. انت رجل ناجح. ادور عليك. ادور عليك. جاي الامارات يوم 30. عندي بطوله يوم 30 و31. هيجي انت وين تكون؟ تكون بالامارات لو بالسعودي؟ وين لعد فيجاس؟ وين؟ اه على الخاص. اوكي اوكي حبيبي الله يوفقك يا رب. اي والله اي والله. والله هاي على سكر. تدري يا ساعة فاتح الوحدة الظهر فاتح. لعبنا فيه في وين سبل ليش نبابجي؟ كنا نلعب ساعتين. صح صادق والله. والله خلك على ببجي. ادري انك تمل الواحد يمل. والله ملينا يا عادل. والله ملينا. بس انت ببجي اسطوره يعني. حبيبي ببجي والله اسطوره حقيقي. انا احيانا اذا حبيت اني اتفرج على ببجي ارجع للفريق حتى لو كان قديم. فدوى اروح لك. تذكرنا بروح ببجي. انت روح ببجي. من الناس المؤثرين يعني من البدايه. انت من الاوائل. عمي انت الملك والله. انت الملك والله. والله من اساطير ببجي ابو خليل. انا من قبل 5 سنين اتذكر ابو خليل ايام ما كان بس انا كنت ادخل بس. صادق والله عدول انت ما قصرت والله. يلعب لا مقصرين والله. لا والله يا اخوك والله ما قصرت. رب الكعبه بدو اروح لك. بدو اروح لك وانت تقدم متعه يعني الجماهير كثيره. عرفت؟ بدو اروح لك. بس انا في شخص ودي ابغى يلعب معك. منو؟ ودي شخص شاب عراقي. تمام. شاب عراقي محترم. انا يعني من فتره ادخل. كنت اسميه
في انت ابو خليل الصغير كان يلعب معي في السوالف. ايه بس تخطف الولد، لكن ان شاء الله ان شاء الله انه برسل لك الارض حتى الفيفا. ودي الولد يخلص ابو خليل، يقول انه جلد كم مره بالرومات. لعنه الله لعنه. بس ولد ترى حباب والله حياه، والله حياه. عادل التتمون على الرقبوي بدو اروح لك. انت اللي تأمر بي يا عمري. رجل كذب، رجل متواضع مع الكل يعني. فاحنا هذه من الميزات اللي فيك يعني، متواضع. يا بعد روحي. شهادة والله افتخر بيها اخوي. مثل ما تشوف نفسك، لا اي شخص ممكن اي شخص يسولف معه يعني محبك. انا عني شخصيا يعني الوحيد يعني اللي اتابع، بس كنت يعني ايام ما كنت ادخل بوكسي حبيبي والله، كنت العب واتابع والله. حرجتني حبيبي يا عدول حبيبي. انت احنا نتمنى انك ما يكون في انقطاع يا ابو خليل، تعرف ليش؟ ايه عندك محبين كثير، ومحبينك بيضيعون بين الدور ما يدرون وين يروحون. صح صح. انت كان بصفتك يوصل 30,000 و15,000. باعوني 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 والله باعوني. ما ب... الغياب الغياب يا الغياب هو اللي لا هم سرسرية سرسرية واعوني بالرخيص يا يا عادل. بس سهلة سهلة، يجي يجي يوم. 5 سنين يا بعد روحي والله تتعد راسي عادي. كل من المعرفين يعني انت نعطينك لقب مؤثر، تمام، افضل مؤثر، وفعلا انت تستاهل اللقب. بدو اروح لك عدو. في ناس كثير يشوفون كذا، بس انت جوك يعني، انت لما تقول لي ابو خليل اقول لك اسطورة بوكس. حبيبي يا روحي. عدول عدول. ما شاء الله سعوديين وكذا، هلا حبيبي. بدو لقلبك، ارد هذا حسابي، ارد اعطيك اياه هدية. يا حبيبي. والله. يا حبيبي لا تحرجني يا ابو. والله العظيم هذا ما يلوق الا لك. يا حبيبي فدوا اروح لك ثاني. انا عايف ببجي اصلا والله والله، تركتها سنه ونص بسبب ظروف اشياء خارج عن صادق. فسبحان الله يعني اقول لهم انا ابدا اشكل حسابي، طبعا مع واحد يقول لي انا ما ارضى اشوف حسابك مسكر وكذا، او يعني شخص كان لعب معك يمكن تعرفه ما ودي اقوله. ايه دخلت معك مره بث ولعب معك، وكان الشخص هذا كان يقول لي انا مودي حسابك، عطني حسابك وانا العب فيه كذا. بس اهم شيء وجودك انك تشكل صح. فسبحان الله قبل كم يوم قاعد اطل في حسابك يا ابو خليل، اقول افضل لقب وافضل شيء نوت جي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ابو نادر. ابو نادر. السلام عليكم. اسمع مني، اسمع مني، بس اسمع مني عادل، اسمع مني. امانة الله ورسوله ما حلفك ها؟ هذا الحساب، هذا الحساب. انا بس ابغى منك شغله. ايه. تدري ابو خليل، ابي منك شغله بس، نبغى نوقف انا وانت في المقربون ان شاء الله. حبيبي انا لو بغيت الحساب واصل ادري في اي وقت لو ارسل لك رساله واصل وخلينا بدو اروح لك. ما راح تروح. لا والله تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ لان يعز علي ابيعه، وانت انت اكثر واحد دعمني بهذا الحساب، يعني ما يروح الا لك. ما سويت شيء والله. والله العظيم. لا لا لا، انت شنو انت حركت الغالي والنفيس على مول. بدو اروح لك. لا عمي انت حركت الغالي والنفيس علي. يقولوا احنا اذا مدينا
يا بعد روحي. انت يعني انا مستغرب شوي ابو فريد، انه انت يعني ادري بظروفك وادري الانسان ملول طبعا ملول، صح كل شيء يعني. انت لازم تشدد الشغف يعني. اي والله ما تفرق مسيرة سنوات كثيرة يا ابو خليل، صح لازم يعني سكوادك من اجمل السكوادات، تيمكم كان رائع جميل، والناس ترى من كل الدول، انا ما بخصص دولة معينة. ملوا 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 السكواد ميل وتعبت نفسي. في اوقات انت المفروض تكون يعني موجود فيها بدايه السيزون، الامور هذه تتحدى على التوب 100، الامور اللي كنا نترك كل شيء ونسهر، والله العظيم فينا النوم نسهر نتابع بث ابو خليل بدور انا وغيري يعني كثير، فنتمنى عودتك يعني ولا ننسى. ابشر والله ابشر، ما طلبت الا القليل، ابشر والله. لا يا حبيبي يا عاني ما خسرتي، الناس ما تنساك يا اسطوره، فدوا روح لك يعني انت الاسطوره والله. لا والله صدق انت أسطورة. والله والله من بعدك حجي الاشياء يعني انا الناس تفرح توصل تنكر يفتح لي 100 مليون، انا من يعني من ضمن يعني انا من افضل الاشياء اللي صارت لي انه حققت اجمل لقب يعني يعتبر بالنسبه لي لقب افضل اسطوره في بعد روحي لا على مدار 5 سنوات يا ابو خليل نوت جي تو جي اقوى كلان وافضل ناس يعني حبيبي يا علي ادور عليك. فانا ودي ما ودي اطول عليك ودي استمتع مع جمهورك حبيبي حبيبي. لا والله انت المتعه من الشيء انا من خارج يعني من خارج المنطقه زومين الوليد هلا بالله نو بابا اقول لك شنو بس لو ها بس بابا ايش تبي ايش تبي ايش شنو ايش شنو هي عشان أخلص مايكولك زيادة عندي موي. We have already. Let's fill the books and then we'll see you. كل إنجليزي ها يا رامي. يلا يقول لي الباسورد مال يوتيوب شي ذكرني يعني. الله والله 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 ما اتذكره والله. اكو حصان بدي اروح للحمام سغال اروح ويجي ايد اصبر توازيت Is if he start biting or annoy him? No ghost. Hello, Khali. Are the ghost Moose is me? Hello, Allah. Call of Duty. Huh? Hey. هو ايه من كول اوف ديوتي موجود في الماركزون اقول لك وارزون الجديده شنو معها؟ والله ايه. حلوه ابو خليل ها؟ حلوه كلش حلوه وهذا نلعبها اليوم؟ يعني بنحط سماد ما نعطيه؟ هذا منزله ايه لا لا سماد ماي بس الماي يعني ايه لا عمري راح تعيش بس اهم شيء والصيف لازم تغطيها ايه بروكلين طلعت شذي بروكلين
طبقتين عمود من العمود يسويه هذا العادي. ايه يعني الحين ما اعطيها ماي؟ جبال شوف لان ارضك وايد فيها ماي وايد مو شوي. يعني ما اصب لها. طلع خانق هي. ايه. في ماي ولا لا؟ ايه في في. بس خلاص. بس انا اجيب لك هذا اسمه. انت مثل دام باكر. باكر. لا موجود انا. باكر موجود. خلاص نوت ميد فور كيدز من وين؟ هذا على اساس اجيب لك هذا وانا عندي خذيت هذا بعد. انت عندك مثل المرش هذا تطرش فيه حق البريج؟ اي عندي عندي في ضغط ويرش لنا شو اسمه شاور. لا ما عندي بريج هذا الشاور، عندي ضغط كذي تحطه بالبريج وتضغط هواء وبعدين ترش. كله هذا شوف على الشتر وعلى الشارع على هذا خلاص بس وماي هذه مو شنو طالع فيسبوك البيت وما فيها فيها ماي انا داعس اسوي الباسورد غير فقر طلع طالع ايه. البيت تمام شوف قال يعني يومي كذي هذا شوف متى تداوم سلم لي دوامي شوف تاكد دوامي يومي 25 تاني 25 يوم ال صادف يوم يوم الاثنين الثلاثة العصر المغرب دوامي الأربعاء أوف أي خالد يمكن ابغى خالد بس شوف لي حساب الحساب كله خالي ها هذا ذب ذب السماعة دوخنا طبعا ايه ايه بس تمام ال شو اسمه هذا جرب الورد ما انا عندي تبي ورد عاد تبي اي كيف لا انا خلي الورد بعدين خلي بس هذه تطلع انترسا ونكبي انا بلوبريت اعطيني حتى يمسمع اي نحط فيه والعلم زر بس اساس تتطوق بس اهم شيء يقول وهذه ان شاء الله ما فيها العاب زين امورها طيبه بس انه لأن حرقت الشمس بس تكبر عادي ليش بالصيف لازم تغطي يعني حجي تعال ان موضوع البريت كلين واربع خشبات اوكي خلاص اقول لا هذا مو هذا عندك اقول لك خالدي الفسيله ما ماتت ها؟ سوى شنو حط ميوت هسه هو وشباله باله دي يحكي هو ما يدري شلون ما حاط ميوت شنو حط ميوت؟ يلا رماد رماد من ورين شنو سويت لنا دعوة رماد شنو انت ما تقوم بي شنو؟ وين سيفو؟ سجل الاي دي يمك سجل الاي دي ها؟ سجل الاي دي شنو الاي دي مالك؟ 589 ايه 434 ايه 8252 8252 اي دي مميز حجي اي دي مال بيق ها حياكم منورين عواد قلبي منورين طبعا اليوم تيم الموت تيم الموت اكيد طبعا دائما وابدا نعم تيم الذي لا يخضع للرذيله مكون اليوم من وحش دولي بازول سيبو كل اللي لقطت لكم اياهم بازوكا راح نام كيلو مسافر
هذول قدرت عليهم. هذول قدرت اجيب لكم اياهم. ابو رسام ما يجاوب. زين حياكم الله. اريد لواعي برومات ينزلون ضدني عايفين اللعبه صار كم شهر. بس علي كم شهر ملاعب؟ شهرين ونص. ثلاثه شنو قبطنا الحين قبطت ثلاثه شنو؟ لا والله ما صار ثلاثه ما صار شهرين. بعد لا شهرين. اكثر من شهرين مو؟ ايه. انا قبل الكيك كنت باليوتيوب. انا من الايام اليوتيوب. قبلك حول مال كيك؟ لا لعبتها كم مره على اليوتيوب. ما لعبت ببجي. بلي لعبت. باليوتيوب لعب. اول يومين يمكن لعبت بس. ايه لعبتك اول كم مره؟ ايه بس ما لعبت. يعني انا بشهر تسعة. واحنا بشهر 10 بشهر 12 و 12 انا صار هواي والله نسيني اكتب بالكيك ببجي موبايل غير يجروني بزيج. لا موجودة. اي والله موجودة. اول مرة اي لعبة تريدها اكو تدري؟ ربي والله اي لعبة تريدها حتى لو ما تليتي تلعبها. بالفيسبوك ما نقول خلنا نفتح روم على السريع بما انه بعدهم مستجدين الولي. عندي 8 رومات نلعب المود الجديد لو عادي. لا عادي حق جموع التقطيع. ما اعرف شلون ادوس السكريت روم. عندي 8 رومات. الله 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 عادل. مليك ما يسمعني. العدول. بالغالي منور. شلونك حبيبي؟ غالي والله منور يا غالي. شلون صحتك؟ كيفك انت؟ وحشنا ما نشوفك والله يا بطل. والله صار لي اللعبة ما فاتحها يمكن شهرين ونص. ما اشوف والله. اي والله. بعد انا ما طلع والله. مو مثل قبل. حساب مع واحد. شلونك حبيبي شلون صحتك؟ ما صرت شغلك شلون اطمني لهيل. لا بعد روحي بعد روحي انت شنو الاخبار؟ حجي انا ما عندي رقمي اعطيك رقمي؟ يلا اتشرف بيك حبيبي حبيبي عدول تاج راسي بدو اروح لك ربي يحميك ويحفظك والله سلامتك يا بعد روحي بدو اروح لك حبيبي عدو والله جاي بث بالكيك هسه حولت بعد بطلت من الفيسبوك واليوتيوب اي والله المهم انك انت تستمر ترى انت رجل ناجح بدو اروح لك بدو اروح لك جاي الامارات يوم 30 عندي بطوله يوم 30 و 31 هيجي انت وين تكون؟ تكون بالامارات لو بالسعودي؟ لا 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 بكون بالامارات ولا بالسعودية وين لعد بفيغاس وين؟ على الخاص اوكي 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 حبيبي الله يوفقك يا رب ان شاء الله شكلك اي والله اي والله والله هاي على سكر تدري ساعة فاتح على الوحدة الظهر فاتح لعبنا فيه فيه وين سبل ليش ببجي كنا نلعب ساعتين استمر ببجي انت رجل ناجح ببجي صح صادق والله والله كلك على ببجي ادري انك تمل الواحد يمل والله ملينا يا عادل والله ملينا انت ببجي اسطورة حبيبي فدوا روح ليك تذكرنا بروح ببجي انت روح ببجي انت من الناس المؤثرين يعني ببجي من البداية انت من الاوائل انت عمي انت الملك والله ببجي انت الملك والله من اساطير ببجي ابو خليل انا من قبل 5 سنين اتذكر ابو خليل ايام كان بث 800
صادق والله عدول انت ما قصرت والله يلعب. لا والله يا اخوك والله ما قصرت رب الكعبة. تدور اروح لك تدور اروح لك بدو اروح لك. بس انا في شخص ودي ابغاه يلعب معك. منو؟ ودي شخص شاب عراقي تمام؟ شاب عراقي انا يعني من فتره لفتره اشتغل كذا كنت اسميه انت ابو خليل الصغير كان يلعب معي ايه بس اختفى الولد. لكن ان شاء الله ان شاء الله انه يرسل لك الايدي حق الفيسبوك. ودي الولد يقول انه جاب مره بالرومات. لعنه الله لعنه. والله حياه والله حياه. عادل التثمون على رقبي بدو اروح لك. انت اللي تومر بي يا عمري متواضع مع الكل. احنا هذه من الميزات يا بعد روحي. ما والله شهادة والله افتخر بيها اخوي. مثل ما كنت يعني تشوف نفسك. لا اي شخص ممكن اي شخص يسولف معه يعني محبتك. انا عني شخصيا يعني الوحيد يعني اللي اتابع بس كنت يعني ايام ما كنت ادخل حبيبي والله اللي اتابع بالروس ضدي بس ابو خليل كنت العب واتابع بس. والله حرجتني حبيبي يا عدول حبيبي. انت نتمنى انك ما يكون في انقطاع يا ابو. تعرف ليش؟ ايه عندك محبين كثير ومحبينك بيضيعون بين الفلوس ما يدرون وين الرقم. صح صح. كان بس يوصل 30,000 كان في باعوني 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 والله باعوني. لا هم سرسرية باعوني بالرخيص يا عادل. بس سهلة سهلة يجي يوم يا بعد روحي. والله انت تاج راسي عادل. بدو اروح لك عدو. انت جوك يعني انت لما تقول لي ابو خليل اقول لك اسطوره بك حبيبي. اروح عدول عدول ما شاء الله كذا. هلا بدو القلبك ارد هذا حسابي ارد اعطيك يا هديه يا حبيبي. والله حبيبي لا تحرجني ابو خليل. والله العظيم هذا ما يلوق الا لك. بدو اروح لك انا عايف ببجي اصلا. والله والله تركتها سنه ونص بسبب ظروف صادق. فسبحان الله يعني اقول لهم انا ارجع اشكر حسابي طبعا مع واحد يقول لي انا ما ارضى اشوف حسابك مكسر وكذا او يعني شخص كان لعب معك يمكن تعرفه ما ودي اقوله. ايه زين دخلت معك مره بس ولعب معك كان الشخص هذا كان يقول لي انا مودي حسابك وحطني حسابك وانا العب فيه كذا. بس اهم شيء وجودك في اللعبه انك تشكر. صح صح. فسبحان الله قبل كم يوم قاعد اقول في حسابك يا ابو خليل بقول افضل لقب وافضل شيء نوت جي تو جي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هلا ابو نادر. هلا ابو نادر. السلام عليكم. اسمع مني اسمع مني بس اسمع مني عادل اسمع مني. امانة الله ورسوله ما حلفك. ها هذا الحساب هذا الحساب. انا بس ابغى منك شغلة. ايه تدري ابو خليل ابي منك شغلة بس اوقف انا وانت في المقربون. حبيبي انا لو بغيت الحساب في اي وقت لو ارسل لك رسالة واتس ابو خليل انا بدي اروح لك. ما راح لا والله. تعرف ليش
لان يعز علي ابيعه وانت انت اكثر واحد دعمني بهذا الحساب يعني ما يروح الا لك. ما سويت شيء والله. والله العظيم. والله العظيم ما سويت شيء انا مقصر معك. لا 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 انت شنو انت حركت الغالي والنفيس على مول. شدوا اروح لك. لا عمي انت حركت الغالي والنفيس علي. ما تقطعنا. ترى على فكرة ترى شباب كثير يعني يقولوا احنا اذا ملينا زين وحبينا نتفرج على فضل نرجع المكتب وخليل ومسجل. يا بعد روحي. انت يعني انا مستغرب من شيء يا ابو خليل. انه انت يعني ادري بظروفك وادري يعني الانسان ملول طبعه. ملول. الشغف يفقد الشغف. صح. كل شيء يعني. انت لازم تسدد الشغف يعني. اي والله. ما تترك كثيرة سنوات كثيرة يا ابو خليل. صح. لازم يعني سكوادك من اجمل السكوادات. تيمك كان رائع وجميل. والناس ترى من كل الدول. انا ما بخصص دولة معينة. ملوا 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 السكواد ميل وتعبت نفسي. ما حد مل يعني في اوقات انت المفروض تكون يعني موجود فيها بدايه السيزون الامور هذه تتحدى على التغطيه الامور اللي كنا احنا نترك كل شيء ونسهر والله العظيم فينا النوم نسهر نتابع بث ابو خليل بدور اهلا وغيري يعني اتمنى عودتك يعني ابشر والله ابشر ما طلبت الا القليل ابشر والله لك انت يعني في الاول لك انت والمحبينك انا واحد من 10,000 يعني شخص موجود انا لا يا حبيبي يا عادي ما خسرتك الناس ما تنساك يا اسطوره فدوا اروح لك يعني انت الاسطوره والله اسطوره بخليل لا والله صدق انت والله والله من بعدك حجي من افضل الاشياء يعني انا الناس تفرح توصل تويتر يوصل تحديه 100 مليون انا من يعني من ضمن يعني انا من افضل الاشياء اللي صارت لي انه حققت اجمل لقب يعني يعتبر بالنسبه لي صداقه افضل اسطوره في تاريخ ببجي بعد روحي لا على مدار 5 سنوات ابو خليل صرت جي في جي اقوى كلان وافضل ناس حبيبي يا علي ادور عليك انا ودي ما ودي اطول عليك وتستمتع مع جمهورك حبيبي حبيبي لا والله انت المتعه انا من خارج زين وين الوليد هلا بالله ها نو بابا اقول لك شنو بس لو ها بس بابا ايش تبي تبدا شنو تبي شنو؟ شنو هي؟ عشان أخلص ماي كونكشن بيت عندي موي We have already, let's fill the books and then we'll see you أكل إنجليزي ها يا رمان باسورد مال يوتيوب شي ذكرني يعني الله والله 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 ما اتذكره والله اك محسون اقدر اروح للحمام سغال اروح ويجي ايد اصبر توازيت Is if he stop biting and annoy him. No ghost. Hello, Khali.
كوست مو شو اسمي؟ هلا والله. كول اوف ديوتي. ها؟ ايه. ايوه ايه من كول اوف ديوتي موجود في المخزن. اقول لك وارزون الجديده شنو وضعها؟ والله حلوه ابو خيي. ها؟ حلوه كلش حلوه. الجو بارد وهذا الجو. نلعبها اليوم؟ يعني بنحط بنحط سماد ما نعطيه؟ انا منزله ايه. لا انت ما تقولي بس الماي يعني ايه لا عمري راح تعيش بس اهم شيء والصيف لازم تغطيها ايه بروكلين طلعت شذي بروكلين عمود من يعود يسويها هذا عادي ايه يعني الحين ما اعطيها ماي جو بارد شوف لان ارض وايد فيها ماي وايد مو شوي يعني ما طلع خانق هي ايه في ماي ولا لا اي في في بس هاي مو بس خلاص بس انا اجيب لك هذا اسمه انت متى داون باكر باكر لا موجود انا باكر موجود خلاص نوت ميد فور كيدز نو مين هذا انا اجيب لك هذا وانا عندي خذيت هذا بعد انت عندك مثل المرش هذا تترش فيه حق البريج اي عندي عندي في ضغط ويرش لنا شو اسمه شاور ضغط مو ضغط شاور لا ما عندي بريج هذا شاور عندي ضغط كذي تحط بالبريج وتضغط هواء وبعدين ترش كله هذا شوف على الشتر وعلى الشارع على هذا وخلاص بس وماي هذه شنو طالع فيسبوك البيت وما دقيقه فيها فيها ماي انا دا اسوي الباسور غير فقر طلع طالع ايه. البيت ثواني شوف هذا يعني يومي كذي هذا شوف متى تداوم سلم لي دوامي راح اشوف تاكد دوامي دومي 25 تاريخ 25 يوم ال صادف يوم يوم الاثنين الثلاثة العصر المغرب دومي الأربعاء أوف أي خالد يمكن ابغى خالد بس شوف لي حساب الحساب كله خالي ها هذا ذب ذب السماعة دوخنا طبعا ايه ثلاث ايه بس تمام ال شو اسمه هذا جرب تسوي الورد ما انا عندي تبي ولد عالدين تبي هاي بدك معاي كيف لا نخلي الورد بعدين خل بس هذه تطلع انترسه ونكبي انا بلو بريد معطيني حتى يمسمع اي نحط فيه ونحلق بس اساس تتطوق بس اهم شيء يقول فهذه ان شاء الله ما فيها العاب زينة امورة طيبة بس انه لأن حرقت الشمس بس تكبر عادي ليش بالصيف لازم تغطي يعني مو مشكلة حجي تعال إن موضوع البريت كلين وأربع خشبات أوكي خلاص سلام أقول لا هذا مو هذا عندك أقول لك خالدي الفسيلة ما ماتت ها؟ بعدين سوى شنو حط ميوت هسه هو وشباله باله دي يحكي هو ما يدري شلون ما حاط ميوت شنو حط ميوت؟ يلا رماد رماد من ورين شنو سويت انا دعوه رماد شنو انت ما تقوم بي شنو؟ وين سيفو؟ خل الله يفتيمو سجل الايدي يمك سجل الايدي ها؟ سجل الايدي شنو الايدي مالك؟ 589 ايه 4 3 4 ايه
8252 اي دي مميز حجي، اي دي مال مال بيق ها. حياكم الله منورين عواد قلبي منورين. طبعا اليوم تيم الموت، تيم الموت اكيد طبعا دائما وابدا. نعم تيم الذي لا يخضع للرذيله، مكون اليوم من وحش دوله، بازول، سيبو، هذول اللي لقطت لكم اياهم، بازوكا راح نام، كيلو مسافر، هذول قدرت عليهم، هذول قدرت اجيب لكم اياهم، ابو رسام ما يجاوب. زين حياكم الله. اريد لواعي برومات ينزلون ضدني، عايفين اللعبه صارنا كم شهر؟ بس علي شهر ما لاعب. شهرين ونص. ثلاثة شنو قبطنا تلحن قبط ثلاثة شنو؟ لا والله ما صار ثلاثة، ما صار شهرين. بعد لا شهرين. أكثر من شهرين مو؟ إيه. أنا قبل الكيك كنت باليوتيوب. أنا من أيام اليوتيوب. قبلك حول ما الكيك. لا لعبتها كم مرة على اليوتيوب. ما لعبت ببجي. بلي لعبت. أول. باليوتيوب لعب. أول يومين يمكن لعبت بس. إيه مدتك أول كم مرة؟ إيه بس ما لعبت يعني أنا بشهر تسعة. ها. وإحنا بشهر عشرة وشهر اثنا وداعش واثناعش. أنا صار واي والله. أسين أكتب بالكيك ببجي موبايل غير يجروني بزيج. لا موجودة. اي والله موجودة. أول مرة. أي لعبة تريدها أكو تدري؟ ربي. والله أي لعبة تريدها حتى لو ما أتليتي في العالم. بالفيسبوك ما نقوم. خلنا نفتح روم على السريع بما أنه بعدهم مستجدين الولد. أدي ثمان رومات. نلعب المود الجديد لو عادي. لا عادي حج مو التقطيع. ما أعرف شلون أدوس كرييت روم. أدي ثمان رومات. الله 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 عادل. أمليك. ما يسمعني العدول. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ كيفك انت؟ والله صار لي اللعبه ما فاتحها يمكن شهرين ونص. نشوف والله. اي والله بعد انا ما مو مثل قبل حساب مع واحد. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ والله بخير. شغلك شلون؟ اطمني. لهيل. لا بعد روحي، بعد روحي انت. شنو الاخبار؟ حجي انا ما عندي رقمك، اعطيك رقمي. يلا اتشرف بيك. حبيبي حبيبي عدول، تاج راسي، بدو اروح لك. ربي يحميك ويحفظك. والله سلامتك يا بعد روحي. بدو اروح لك حبيبي عدو. والله جاي ابث بالكيك هسه، حولت بعد بطلت من الفيسبوك واليوتيوب. اي والله. بدو اروح لك. بدو اروح لك. جاي الامارات يوم 30 عندي بطولة. يوم 30 و 31 يجي. وين تكون؟ تكون بالإمارات لو بالسعودية؟ لا ما بكون لا بالإمارات ولا بالسعودية. وين لعد بيجاس؟ وين؟ ها على الخاص. بكون ما يبدي. أوكي حبيبي الله يوفقك يا رب. إن شاء الله. شكلك عبث فاضي. إيه والله إيه والله. والله هاي على سكر تدري يا ساعة فاتح الوحدة الظهر فاتح لعبنا فيه في وينسى بلشنا ببجي كنا نلعب ساعتين. لا استمر ببجي انت رجل ناجح والله العظيم لك محبين. صادق والله.
ملينا يا عادل والله ملينا. حبيبي فدوى اروح لك تذكرنا بروح ببجي. انت روح ببجي، انت من الناس المؤثرين يعني ببجي.